بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في تاني جزئية عن موضوع الأسطح أو السيرفس. طب عايزين نعرف إيه هو السيرفس أصلا. السيرفس في البداية هو عبارة عن تربيط النقاط ديت بشبكة مثلثات عشان يبتدي يغطي كل المسطح اللي اترفع. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا عندي هي نقطة اهي بالمنظر دوت كده، ونقطة تانية هو البرنامج كل المعلومات عنده النقطة ديت بالظبط منسوبها قد إيه، والنقطه دي بالظبط منسوبه قد ايه، لكن ما بينهم يتجاهلوا تماما عشان ما عندوش اي داتا ليه. فمن خلال الاسطح بيبتدي يوصل النقطه دي بالنقطه دي، فبيظهر خط منحدر ما بينهم بيقدر يستنتج مناسيب اي نقطه ما بينهم، وهكذا يربط ديت مع دي وديت مع دي وهكذا. يبتدي يربط كل النقاط ديت بشبكه بيقول على شبكه مثلثات. الشبكه ديت بتبتدي تغطي كل المسطح اللي رفع عشان يبتدي البرنامج يعرف يستنتج مناسيب كل النقاط الموجودة على المسطح دول. وبرده ديت كمرحلة أولى لموضوع حساب الكميات اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في المحاضرة الجاية، وموضوع بعد كده القطاعات الطولية والقطاعات العرضية وحساب الكميات الطرق وإلى آخره. كل ده إن شاء الله في الجزئيات اللي بعد كده. طيب ازاي ان انا اعمل اسطح، او ازاي ان انا ابتدي اربط النقاط ديت بشبكات مثلثات؟ طيب في البداية عندي طريقتين، يا اما هقوله هنا من قائمة سيرفيس واقول له كريت سيرفيس، او اجي هنا في البرسبكتور اجي على سيرفيس رايت كليك واقول له كريت سيرفيس. اي من الطريقتين هيجيب لي البوكس دوت اللي هو كريت سيرفيس. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل حاجتين هنا عندي بس في الطيب حاجه مهمه اخد بالي منها، اهم حاجه عندي التي اي ان سيرفيس والتي اي ان فوليوم سيرفيس. التي اي ان يعني اعمل لي شبكه مثلثات احنا بنتكلم عليها للسطح، لكن هنا هيعمل لي شبكه مثلثات لكمية معينة زي ما هنشوف ان شاء الله المحاضرة الجاية. دي هنستخدم دي في المحاضرة الجاية في موضوع حساب الكميات اللي هي تي اي ان فوليوم سيرفيس، لكن انا بس عايزك تاخد بالك من تي اي ان. لكن الجريد سيرفيس والجريد فوليوم سيرفيس دول مش بيربطوا نقط بشبكة مثلثات، بيربطوا نقط بيعملوا شبكة مربعات بيبتدي يستنتج مناسيب اركانها من خلال النقط اللي عندنا دي. طيب ايا كان عشان ما نخشش في تفاصيل، عشان احنا زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم في الجزئيات اللي احنا بنتكلم فيها عنها ديت بطريقه عمليه، يعني انا بستغل ايه اللي انا بشتغل بيه، لكن مش بنتكلم عن اجمالي البرنامج كله. ان شاء الله بعد كده ممكن ننظم محاضرات بتتكلم بشيء اكثر تفصيلا عن اوامر البرنامج. طيب فاحنا هنختار تي اي ان سيرفيس. تمام. وقدام النيم هنغير بس اسمها وليكن مثلا اس 1. تمام. وهنا مثلا في الديسكريبشن ممكن ان احنا نكتب وصف للسيرفيس ده عباره عن ايه، والستايل دي اللي هي زي ما هنشوف بعد كده الستايل دي ممكن نغيرها ازاي. بعد كده نقول اوكي. تمام. طيب هنلاقي هنا عمل لي علامه موجب جنب السيرفيس، فممكن نفتحها هنلاقي هنا ايه كتب لي سيرفيس واحد اللي هو السيرفيس اللي عمله. طيب لكن انا عملت سيرفيس، لكن انا دلوقتي ما عرفتلهوش ايه النقط اللي جوه السيرفيس، او ايه النقط اللي انا هدخلها له جوه السيرفيس. هدخلها له منين؟ هنا بقى لما فتحت الموجب بتاع السيرفيس. تمام. هاجي سيرفيس واحد ديت اللي هي الاس واحد اللي هو اللي انا سميتها، ممكن نفتح البلس اللي جنبها برضو. تمام. هنلاقي ثلاث حاجات اخرهم الديفينيشن. الديفينيشن ديت اللي هي طريقه تعريف النقاط للسيرفيس او الطريقه اللي انا هعرف بيها السيرفيس. برضو نفس الكلام هنفتح البلس اللي جنبها هلاقي كذا حاجه، كل ديت حاجات هبتدي اعرف من خلال السيرفيس من خلال اللي موجود عندي. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا عندي البوينت جروب، لو عندي مجموعه نقاط معينه عايز اعملهم سيرفيس فهاجي على البوينت جروب. عندي بوينت فايل، فايل خارجي ممكن اقول له بوينت فايل. الايديت ديت زي ما هنشوفها تعديل الترينجلز بتاعت دروينج اوبجكت، يعني عندي خطوط عايز اعمل ما بينهم سيرفيس، عندي نقط عايز اعمل سيرفيس وهكذا. الدي اي ام دوت اللي هي ديجيتال اليفيشن موديل فايلز اللي هي الملفات زي ملفات الاقمار الصناعيه كده بس بامتداد دي اي ام اللي هي بتبقى اريال مناسيب معاها، ممكن برضه استخدم اعمل منها سيرفيس، ممكن من كونتور، ممكن من بريك لاين، ممكن من بوندرز حدود وهكذا. تمام. طيب انا المتاح عندي مثلا البوينت جروب، ان انا عندي مجموعه نقاط معينه، عشان كده قلت لك وانت بتعمل امبورت للملف بتاعك حطه في جروب عشان لما تيجي تعمل له سيرفيس هيبقى سهل عليك ان انت تقول له الجروب ده كله اقفله لي بسيرفيس، فهيبتدي يعمل لك ما بينهم السيرفيس. طب هنيجي على البوينت جروب نضغط رايت كليك ونقول له اد. تمام. هجيب لي دي كل الجروبات اللي عندي. الجروب ايه ده لو نفتكر احنا عملناه المحاضره اللي فاتت اللي هو الجزئيه اللي فوق ديت. تمام. والاول بوينت طبعا بقيه النقط كلها، النقط كلها بس ما اول بوينت. تمام. فانا مثلا على سبيل المثال اختار اول بوينت عشان يربط النقط دي كده كلها واقول له اوكي. مجرد ما اقول له اوكي هلاقيه عمل لي السيرفيس بتاعي للنقط بتاعتي كلها لكل النقط اللي موجوده،
بالمنظر كده. طبعا الخطوط دي خطوط كونتور، هنشوف ازاي نعدلها. تمام، والاخضر ده ايه؟ البوندر، البوردر بتاعت السيرفس. طيب فين شبكه المثلثات اللي هو عملها؟ طبعا هي مخفيه، ممكن نظهرها ونشوف احنا ايه ممكن نظهر ايه ونشيل ايه زي ما احنا هنشوف دلوقتي في اعدادات السيرفس. طيب لكن دي كمرحله اولى ازاي ان انا انشئ سيرفس. تمام، طيب الحاجه الثانيه بعد كده بقى ازاي نعدل اعدادات السيرفس، يعني ايه اظهر مثلا اشيل البوردر، اظهر شبكه المثلثات وهكذا. طيب دي هنقفل كده كل دوت، تيجي على السيرفس نفسه، على اسم السيرفس نفسه اللي احنا سميناه هنا، نضغط رايت كليك ونقول له ايديت سيرفس ستايل. ايديت سيرفس ستايل ديت ونيجي في الديسبلاي اخر جزئيه. تمام، هتلاقي هنا كل الحاجات اللي انت ممكن تظهرها او تخفيها جوه السيرفس، يعني مثلا الترينجلز اللي هي بتاعته ممكن تخفيها، شايف مجرد اقول ابلاي هتلاقي الترينجلز بتاعتك اهي ظهرت. تمام، شبكه المثلثات اللي هي ما بين النقط ممكن تقول مثلا اخفي لي الكونتور اللي هو عمله، هتلاقيه خفى لك الكونتور. ممكن تقول له مثلا اظهر لي البوردر بس، البوردر اللي هي الحدود، ممكن تشيلها كده وتقول له البوردر، اقول له ابلاي، هتلاقيه كده ظهر لك البوردر بتاعت الحدود بتاعتك بس. تمام، طيب انا عايز اظهر ترينجلز بس عشان ايه، في حاجه هتقابلنا كده، نقول له نظهر ترينجلز بس. تمام، طيب ترينجلز بس هو عباره عن ايه؟ اهي موصل لي نقط زي ما احنا قلنا، فعلا كل النقاط موصله لبعض بشكل مثلثات، لكن في شايف انت النقطه ديت مثلا، النقطه ديت موصلها لي بالنقطه دي، وطبعا ده مش منطقي ان هو كده كل الخطوط دي مدخلها جوه مسطح السيرفس، طبعا الكلام ده احنا ايه مش عايزينه. طيب ممكن نعدله، ممكن منين؟ تفتح برضو ديت في نفس المكان احنا كنا فيه ديفينيشن، وتيجي على ايديتس وتضغط رايت كليك وتقول له مثلا ايه ديليت لاين. ما ينفعش ديليت من او اريس من هنا، وكده كده مش هينفع تختارهم عشان هي السيرفس كله والترينجلز وكل حاجه والكونتور اللي فيها كله بيعملوا بلوكه واحده، فانت كده كده مش هتعرف تختار. طيب لكن ممكن تقول له في الايديتس كليك رايت كليك وتقول له ديليت لاين. تمام، وتبتدي تختار الخطوط بتاعتك، او ممكن تقول له فينس اف انتر. تمام، وتقول له مثلا من هنا فينس عشان يبتدي تعمل سيلكت بدل ويندو بلاين، وهنا وتقول له انتر. تمام، وانتر تاني هتلاقيه مسح لك الخطوط بتاعتك. ممكن طبعا انت اي زيادات زي كده برضو تبتدي تشيلها لو احتاج. طبعا كل دوت بيأثر طبعا في موضوع حساب الكميات جدا طبعا، عشان كل المسطحات ديت يعني مثلا المسطح الزيادة ده كده كله داخل جوه السيرفس، فانت ممكن تبتدي تمسح عشان السيرفس بتاعك يبقى معبر بالفعل عن الرفع بتاعك. طيب دي بقى كده شفنا ازاي نعمل سيرفس وازاي ان انا اعدل في الترينجلز بتاعته. تمام، طيب الحاجة التانية، خلاص مجرد ما اعمل كده خلاص هو عدل الكلام ده كله. طيب الحاجة التانية ممكن برضو نخش في نيجي على اسم السيرفس تاني ورايت كليك ونقول له ايديت سيرفس ستايل. تمام، زي ما قلنا هنا في الجزئيه بتاعت الديسبلاي بظهر وبعرض ايه اللي انا عايزه. طيب بالنسبه لموضوع الكونتور، ممكن انا اخفي هنا، اخفي الترينجلز واقول له بوردر، ظهرت لي بوردر بس، نقول له هنا ابلاي، وتلاحظ هنا هتلاقي ظهر لك البوردر بتاعت السيرفس بس. طيب الكونتور انت عايز تظبط بقى الفتره الكونتوريه بتاعتك، هنخش في الكونتورز هنا اللي هي التبويب بتاع الكونتور. تمام، ممكن اخش في الانترفيل. تمام، اظبط الكونتور بتاعي، يعني ممكن اقول له هنا المانيور اللي هو الخطوط الكونتور الفرعيه، هنقول له مثلا كل نص متر. تمام، او ممكن اقول له مثلا كل 20 سنتي، والرئيسيه عشان عندي فرق المناسيب صغير، ممكن اقول له هنا الفرعيه بتاعتي كل مثلا نص متر، او مش هتيجي كل نص متر، يبقى كل 60 سنتي. تمام، اقول له ابلاي. ممكن نخش هنا في الديسبلاي نقول له ظهر لي الكونتور الماجور والمانيور، نقول له ابلاي. شايف لو تلاحظ هنا هتلاقيه رسم لك الخريطه الكونتوريه بتاعتك فعلا. وبالنسبه لالوان الكونتور، ممكن هنا في الماجور تمام اللي هو الخطوط الرئيسيه ممكن نخليها مثلا احمر، نقول له ابلاي. تمام، هتلاقي الخطوط الكونتور الرئيسيه عملها لك احمر بالمنظر دوت كده. طيب هتلاقي النقط هنا مضايقاك، عايز تخفي النقط. طبعا كان في اللاند في حاجه اسمها انسرت وحاجه اسمها انسرت وحاجه اسمها ريموف. تمام، للنقط، لكن انت عايز تشيل النقط ديت، عايز تشيلها اخفاء مؤقتا من على الرسمه لكن تبقى موجوده جوه الداتا بيز زي ما هي. هنيجي هنا في البوينت جروب. تمام، ونيجي على الاول بوينت اللي هو الجروب اللي اسمه اول بوينت، ونخش في البيزكس. تمام، ونقول له ايديت. تمام، وممكن نخفي الماركر والليبلز.
نقول اوكي تمام، هتلاقي شال لك ايه النقط بتاعتك كله. طبعا النقط دي ما تشالش ليه؟ عشان هي في الجروب التاني، الجروب اللي هو اسمه AA. ممكن برضو نفس الكلام نقول له اخفي لي دول. تمام بالظبط كده، يبقى انا كده عملت السيرفيس بتاعي. طب الجروب، لا الكنترول تحس ان هو مكسور شويه، يعني مش سموثنج يعني. تمام دي ممكن نعملها ازاي؟ برضو من نفس الكلام، من رايت كليك ونقول له ايديت سيرفيس ستايل، جميل، ونيجي هنا في الكونتورز، جميل، في الكونتور سموثنج ممكن تفتح ديت كده تمام وتقول له سموث كونتور، وممكن تعملها ايه تيريو، تمام تيريو، وممكن لما تعملها تيريو هتلاقيه وضح لك السموثنج بتاعتك ديت. ممكن تزود بقى زي ما انت عايز، تقول له مثلا ابلاي لو تلاحظ بقى، بعد كده نقول له اوكي. لو تلاحظ الكونتور بتاعك بقى سبلاين بالمنظر دوت كده. تمام اه، عليه الكونتور عندي بقى شكله كده. طبعا دي تدخلات، دي تدخلات جرافيكس، لكن مفيش خطوط كونتور بتقطع طبعا. تمام آه طيب، طب عايز، طب احط ليبلز على سواء الكونتور او قيمه كل الكونتور او اي ليبلز معين. عندك طريقتين، ممكن تيجي هنا من قائمه سيرفيس تمام وتقول له اد سيرفيس ليبلز، جميل، وبعد كده تقول له كونتور مالتيبلز اللي هو تعمل ليه خطوط كونتور، او هنا سينجلز اللي انت تعمل لخط خط، او مالتيبلز ليه مجموعه خطوط. تمام ممكن نختار مالتيبلز، فهنا بيقول لك ايه سبيسيفاي بوينت، او اختار اوبجكت معين، يعني اختار خط معين طول ما انا ماشي بيه الخط دوت مهما قاطع الكونتور هيكتب لي مكانه القيمه. يعني مثلا ايه لو انا عملت كده خط اهو، ممكن اقفل القرصه تمام، الخط دوت تقاطعه مع الكونتور هيكتب لي القيم بتاعته بالشكل دوت كده تمام. بس طبعا ايه التكست كبير، هنشوف ازاي نصغره. ممكن مثلا اعمل كده تمام، بعد كده اضغط سكيب، فهنا لقيته عمل لي ايه الكونتور بتاعي بالخطوط بتاعتي كده تمام. ممكن انا اصغر الكلام دوت ازاي؟ ممكن نيجي هنا مثلا من ليبلز او من انوتيشن تمام، ونقول له اد ليبلز. طيب وهنيجي هنا نختار من فيتشرز، نختار السيرفيس تمام، وبعد كده مالتيبل كونتور تمام، عشان بس بهدف ان انا اجيب الكلام ده عشان ابتدي اعدل فيه. طيب ممكن اخش هنا في الميجر، اقول له هنا ايديت، واجي هنا في الهاي تكست، طبعا دي احنا شفنا النافذه دي قبل كده، وممكن اخليها مثلا بوينت 5، اقول له اوكي تمام. بعد كده ممكن اجي في الماجور نقول له مثلا برضو بوينت 5، بس ممكن نخلي لونها زي لون الماجور اللي هو الاحمر عشان تبقى بنفس اللون او حاجه تمام. شايف هنا لو تلاحظ ايه اللي حصل، بتاع دوت القيمه بتاعتك التكست بتاعك قل، فبقى شكله افضل من كده. طبعا ده برضو ممكن ايه تصغر تاني، عشان هنا برضو خطوط الكونتور هنا ضيقه جدا، فالتكست برضو مازال كبير عليها تمام. طيب يبقى احنا كده شفنا ازاي نعمل سطح، وازاي نرسم خطوط الكونتور تمام، وازاي انا طب ازاي اشوف منسوب اي نقطه كليبلز. يعني ممكن برضو تيجي من سيرفيس تمام، ونقول له اد سيرفيس ليبلز، نقول له مثلا سبوت اليفيشن تمام، ممكن تختار في اي مكان هيكتب لك منسوب النقطه ديت، تيجي في اي مكان تختار كليك هيجيب لك النقطه ديت منسوبه كام وهكذا. يبقى كده البرنامج عنده داتا كامله للسيرفيس دوت. وممكن انت تجيب اللي هو التراك دوت بتاع الكوردينيت، ممكن تخليه زد على الاليفيشن، يعني مجرد محركه الماوس وهنا بيجيب لك احداثيات حركه الماوس، لا ممكن تجيب لك المناسيب بتاعتك، يعني خليها مناسيب. ممكن هنا من انكويري تقول له كوردينيت كوردينيت تيكر تمام. شايف انت لو تلاحظ هنا الاكس والواي والزد دوت معاها، الزد دوت ماشي شغال تمام، يجيب لك احداثيات الماوس اكس واي زد. لو طلعت بره السيرفيس هيبقى الزد مش هيظهر، هتخش جوه السيرفيس هيجيب لك السيرفيس بتاعك، وطبعا انت تختار له هنا السيرفيس اللي انت شغال عليه. طيب يبقى كده احنا شفنا السيرفيس بتاعنا وضبط اعداداته، وازاي ان انا اعمل سيرفيس، وازاي ان انا ارسم كونتور، وازاي ان انا اجيب معلومة منسوب اي نقطة على السيرفيس، وتعديل خطوط الكونتور. وان شاء الله المرة الجاية هنبتدي نتكلم عن
موضوع الكميات، ونشوف ازاي ان انا ابتدي احسب كميات ما بين سطحين او ما بين سطح وسطح تصميمي. وبعديها ان شاء الله نبتدي نتكلم عن القطعات الطوليه والقطعات العرضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.